السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من التلفزيون المصري، وبين يوم مضى وآخر يطل إليكم أحداث 24 ساعة نبدأها بالعناوين. الرئيس السيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة الإفريقية الأوروبية. مدبولي يؤكد الحرص على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة وفقا للجداول الزمنية. واشنطن تطالب موسكو باحتواء التصعيد في أوكرانيا بعد إعلان الأخيرة بدء انسحاب القوات الروسية من الحدود. إلى تفاصيل الأحداث. بدأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي تعقد يومي 17 و18 من الشهر الجاري. وتعقد القمة هذا العام تحت عنوان إفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030. يركز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال القمة على ملفات تهم الدول الإفريقية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي. كما يستعرض سيادته استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر من عام 2022. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والإفريقي، وذلك لتعزيز أطر الشراكة بينهما ودعم التعاون الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا. حيث تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل القمة السادسة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال القمة إلى دعم التنمية الاجتماعية والإنسانية وقضايا الصحة والتعليم في القارة الإفريقية بهدف تعزيز الاستقرار بالقارة. ولدى وصول سيادته مطار بروكسل الدولي، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة في بلجيكا وأعضاء السفارة المصرية في بروكسل. وكذا الجالية المصرية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية. دكتور فارس، بعد التحية، كيف ترى أهمية مشاركة مصر في قمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي؟ دكتور حامد، بعد التحية، في أحداث 24 ساعة، كيف تقرأ هذه القمة من وجهة نظرك؟ نعتذر لحضراتكم، يبدو أن هناك انقطاع في الخط التليفوني. نواصل مرة أخرى ونواصل أحداث 24 ساعة. خلال زيارته لبروكسل، بحث وزير الخارجية سامح شكري مع المفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فرهيلي سبل تعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات. كما ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي ودعم التحول الأخضر في مصر. جاء ذلك في إطار مشاركة مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة المصرية الإفريقية ببروكسل، وكانت أولى دورة القمة قد عقدت في القاهرة عام 2000، وشهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال خطة عمل القاهرة. جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على ما تحظى به المبادرة الرئاسية حياة كريمة من اهتمام من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعته المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سيادته لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة.
حيث أكد رئيس الوزراء حرص أجهزة الدولة المعنية على تنفيذ مشروعات المبادرة وفقا للجداول الزمنية الموضوعة في هذا الشأن ومراعاة أقصى معايير الجودة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد، وذلك نظرا لما ستسهم به تلك المشروعات من رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الكرام كافة، فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لقاطن المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة. وقد شهد الاجتماع واستعرض التقرير حول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتي يصل إجماليها إلى أكثر من 30 ألف مشروع في مختلف القطاعات. كما تناول التقرير ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بأعمال البت والترسية وإسناد الأعمال، وكذلك تخصيص الأراضي واستكمال أعمال التصميمات والمقايسات والتنفيذ لمختلف المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة. عودة مرة أخرى لزيارة السيد الرئيس لبروكسل، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية. دكتور حامد، يعني بعد التحية، كيف ترى أهمية مشاركة مصر في قمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في بروكسل؟ أهلا بك يا أستاذ محمد، وأهلا بالسادة السادة الدبلوماسيين المصري. طبعا قمة مهمة وبتأتي في توقيت دقيق وحساس. نعم، قمة بيشارك فيها أعضاء الاتحادين الأوروبي والأفريقي، وهي الدورة السادسة للقمة الأفريقية الأوروبية، ومقرر عقدها في فترة 17 و18 فبراير الجاري. يعني بيشارك فيها أكثر من 80 دولة سواء أعضاء الاتحاد الأوروبي و55 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي. هذه القمة من المقرر أن تسهم في تحديد الأولويات الأساسية للسنوات المقبلة وبشأن التنمية المستدامة والخطة المشتركة الأفريقية الأوروبية 2030، واللي من شأنها بتحدد التوجهات الاستراتيجية والسياسية للعلاقات بين القارتين، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لديهما رؤية مشتركة في العمل على تعزيز الشراكة على مستوى جائحة كورونا، وأيضا يعني الانعاش الاقتصادي. وهذه القمة هي فرصة بظني وتقديري، فرصة متميزة لوضع أساسيات وتجديد وتعميق العلاقات والشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي على أعلى المستويات، وأيضا في ظل الاهتمامات المشتركة بين قادة الدول. صحيح. يعني دكتور حامد، سوف يركز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال القمة على ملفات ربما تهم الدول الإفريقية بشكل كبير، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي. ما هي آليات هذا الاندماج من وجهة نظرك؟ يعني في ظني وتقديري أن الدولة المصرية كانت دائما وأبدا هي المدافع الأول عن القارة الأفريقية، ولديها آليات محددة في العمل على تعظيم العمل المشترك الأفريقي الأوروبي، في ظل أن القارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي يعتبر هو الشريك الأهم للقارة الأفريقية، في ظل أن القارة الأفريقية هي قارة غير مستغلة نتيجة أنها دولة ذاخرة وعامرة الكثير والكثير من المواد الخام، ولم يتم استغلال هذه القارة، خاصة وأن مصر أثناء العتاب للاتحاد الأفريقي تم توقيع الاتفاقية الخاصة القارية الحرة، وتم وضع الآليات التنفيذية لها، والتي تخدم أكثر من 1.3 مليار نسمة وبحجم استثمارات 3.4 تريليون دولار. كل ذلك يجعل القارة الأفريقية في مطاف الدول. وايضا من الناحيه الصحيه نجد ان الدوله المصريه مهتمه جدا بتوفير اللقاحات والعمل على ان تكون مصر هي يعني مجالا خصب لتوفير اللقاحات للقاره الافريقيه وتوطين هذه اللقاحات في مصر. وايضا مصر في نوفمبر القادم ستستضيف القمه الخاصه بالمناخ والعمل كوب 27، وهذه القمه ستكون لها انعكاسات ايجابيه كبيره، خاصه وان مصر لديها رؤية عميقة في هذه القضية التي تمثل تهديد للبشرية، وبالتالي الدولة المصرية لديها أولويات مهمة في العمل على خدمة النظام العالمي وشتة كبيرة لكيفية علاج المناقصات والأزمات التي تواجه النظام العالمي في كافة المجالات والأصول. صحيح. الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة. كما وجه مدبولي خلال اجتماعه الذي عقده بالبدء في اجتماعات التخصيص أول من مارس المقبل تمهيدا لدفع المقدمات ثم تسليم الوحدات للمستحقين. كما شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن تتضمن عقود استلام الوحدات شروطا وقيودا محددة تمنع تصرف هذه الوحدات سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، مؤكدا أن الدولة تدعم هذه الوحدات بشكل كبير ولن يسمح بوصول هذه الوحدات المدعومة لغير مستحقيها أو عدم استغلالها. في شأن آخر، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين المعنيين أن الحكومة تعمل على توحيد جهود مراقبة التغيرات المكانية التي تحدث على الأراضي الزراعية، ذلك في إطار مواجهة الدولة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وفي ضوء حزمة القرارات الرادعة التي وافق عليها مجلس الوزراء منذ عدة أيام. وكلف دكتور مدبولي خلال الاجتماع بضرورة عرض بيانات يومية عليه بأي حالة تعد، مؤكدا أنه لن يتم السماح باستمرار هذه المخالفات التي تهدد حقوق الأجيال المقبلة وتكلف الدولة خسائر طائلة. كما أكد رئيس الوزراء أنه يتم إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية بصفة يومية، محذرا من أن أي مخالفة جديدة سيتم رصدها سيترتب عليها إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف. وخلال اجتماع وجه مدبولي أيضا بضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار على الفور، مشددا على ضرورة الاستفادة من إمكانات منظومة رصد التغيرات المكانية. وخلال اجتماعه مع وزير النقل كامل الوزير لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المشروعات تحظى باهتمام بالغ ومتابعة دائمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة ما يتعلق بتنفيذ محاور النيل وتطوير ميناء دمياط وتطوير السكك الحديدية، كونها تسهم في تيسير حياة المواطنين الكرام وانتقال البشر والبضائع وتهيئة البنية الأساسية الداعمة للاستثمار. من جانبه أكد وزير النقل أن سير العمل في المحاور المرورية على النيل يتم بكفاءة عالية ووفق الجداول الزمنية المقررة. وأضاف الوزير أنه يتم العمل على دخول الموانئ المصرية بمنظومة الموانئ الذكية ووضع مخطط كامل لتحديثها وتطويرها بما يحقق الاستفادة القصوى والعائد الأمثل. التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية لبحث التعاون المشترك بين الطرفين. وأكد شيخ الأزهر تقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأعرب عن تقديره لما يقوم به جلالته من جهود في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية. هذا وتناول اللقاء الحديث عن حقوق المرأة في الإسلام، حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر أهمية دور المرأة العاملة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت عليها النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة. كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يرافقه وفد رفيع المستوى من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية والمفتين في عدد من الدول الإسلامية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 32 بعنوان عقد المواطنة وأثره على السلم المجتمعي والعالمي. تناول هذا اللقاء دور أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ والاستمرار في تصميم البرامج التدريبية بما يناسب حاجة كل مجتمع والتحديات التي تواجهه، ودور المعاهد الأزهرية المنتشرة في الدول الإسلامية في نشر صحيح الدين الإسلامي. في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين، توجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي والوفد البرلماني المرافق إلى مقر مجلس النواب البحريني لحضور جانب من الجلسة العامة للمجلس. من جانبها
ألقت رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبد الله زين الكالمة رحبت خلالها بالوفد البرلماني المصري، معربة عن بالغ اعتزازها وتقديرها لتلك الزيارة التي تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية والثنائية الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين، وتفعيلا لدور الدبلوماسية البرلمانية المشتركة وتبادل الخبرات بين مجلسي النواب المصري والبحريني. كما أشادت رئيسة مجلس النواب البحريني بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية بين البلدين والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المتبادلة. استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بقطاع الحماية المجتمعية، استقبل وفدا ضم عددا من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية بوزارة العدل، حيث تفقد الوفد المرافق مرافق المركز وطرق إعداد وتأهيل النزلاء ورعايتهم. تتواصل الأصداء الإيجابية لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كتجربة إنسانية فريدة تراعي حق النزلاء وتقوم سلوكياتهم وتؤهلهم على أسس علمية. فقد استقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وفدا من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية بوزارة العدل لمشاهدة مرافقه المختلفة. أكثر ما يحتاجه النزيل أثناء قضاء فترة العقوبة هي رعاية طبية لائقة، فالمركز هنا به مركز طبي متطور يوفر لهم رعاية طبية فائقة بتجهيزاته المتطورة التي اطلع عليها الحضور. النهاردة في حالة انبهار كامل، لأنه ما قدم لنا من الإعلام شيء والواقع اللي احنا لمسناه النهاردة بشكل يعني ملامس طبيعي، يعني أمر مختلف تماما جدا جدا جدا. شو يعني جهد مشكور للسيد وزير الداخلية ووزارة الداخلية مجتمع كلها في قطاع الحماية المجتمعية. إنشاء المركز واكبه تطويرا في برامج التأهيل والإصلاح التي وضعها الخبراء والمختصون لتقويم سلوكيات النزلاء وإسقال مهاراتهم الفنية المتنوعة والحرفية، جنبا إلى جنب مع إكسابهم مهارات حرفية في الورش المختلفة داخل المركز، حيث قام الوفد بجولة لمعرفة التطبيق العملي لتلك البرامج التي تسهم في الارتقاء بمهارات وسلوكيات وثقافة النزلاء لمساعدتهم في الاندماج في المجتمع عقب الإفراج عنهم. هذا الصرح طبعا شيء يستحق التوقف والتقدير والإعجاب، أن يتم كل هذا في هذه المدة القياسية. الملحوظة الثانية أن احنا بهذا المركز وبحكم تخصص العلمي كأستاذ القانون الجنائي فيها تدشين لمفهوم جديد للفكر العقابي في مرحلة تنفيذ العقوبة. وقد شاهد الحضور منطقة الزراعات والإنتاج الداجني والحيواني ومنتجاتها التي يتم عرضها عبر منافذ مجهزة بجوار المركز وتتسم بجودة عالية. هذا التطور الجديد الذي نعيشه على أرض مصر، مصر الجديدة، والذي يعكس لمسة حضارية وإنسانية، من حق مصر أن تفاخر بها وأن تباهي العالم بهذا الإنجاز الحضاري. وتبقى مراكز الإصلاح والتأهيل التي أنشأتها وزارة الداخلية وضم قاعات محاكمة متطورة منظومة متكاملة حديثة للإصلاح والتأهيل وفقا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يتيح للمفرج عنهم فرصة جديدة للحياة. زيارات متتالية لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون للاطلاع على هذه التجربة الفريدة في إعداد وتأهيل النزلاء ليصبحوا أعضاء نافعين في مجتمعهم عقب الإفراج عنهم، يشاهدوا مرافق المركز المتطورة التي تستخدم في التأهيل والرعاية والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخرا. من أمام مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أحداثنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. فرنسا تبدأ تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب كورونا في الأماكن العامة.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لنظيره الروسي سيرجي لافاروف إن حل الأزمة في شكل سلمي لا يزال ممكنا. وتوافق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي على ضرورة التحقق من إعلان بدء انسحاب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية، معتبرين أنها إشارة أولى مشجعة. نتابع. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حذر من أن اعتراف روسيا بالمناطق الانفصالية شرق أوكرانيا سيكون عدوانا غير مسلح ومساسا بسيادة أوكرانيا. تزامن ذلك مع غياب موسكو عن اجتماع لأعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بحث قضية الحشود العسكرية الروسية قرب الحدود الأوكرانية. كانت حكومة أوكرانيا قد طلبت الاجتماع مع روسيا وأعضاء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لمناقشة تعزيز وحركة القوات الروسية على طول الحدود بموجب ما يسمى وثيقة فيينا. تطلب الاتفاقية من أعضاء الهيئة البالغ عددهم 57 ومقرها فيينا تبادل المعلومات عن قواتهم العسكرية واختار بعضهم البعض بالأنشطة الرئيسية. توافق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي على ضرورة التحقق من إعلان بدء انسحاب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية، معتبرين أنها إشارة مشجعة. هذا الاتصال هو الرابع بين الرئيسين منذ اندلاع الأزمة، وجرى بعدما أعلنت موسكو أنها أصدرت أوامر لوحدات من القوات الروسية المنتشرة على الحدود الأوكرانية بالعودة إلى ثكناتها. هذه الخطوة دفعت قادة الغرب إلى التأكيد على وجود مؤشرات إيجابية على أن روسيا تسعى لتخفيف حدة التوتر بشأن أوكرانيا، بعدما أعلنت موسكو أنها ستسحب بعض قواتها التي نشرتها عند حدود جارتها. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال احتجاجات على مصادرة إسرائيل لأراضي الفلسطينيين بالقرية. في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينيا بينهم 5 أطفال من عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية. كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية به. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيشكل لجنة لمراجعة وتدقيق جميع القروض والمنح التي سبق أن حصلت عليها تونس، وأشار إلى أنه هناك المليارات التي نهبت من البلاد. وخلال استقباله نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد الرئيس التونسي أن القرار يهدف لمكافحة الفساد، مشددا على أهمية معرفة إلى أين آلت تلك القروض والهبات التي حصلت عليها تونس في السابق ومحاسبة المتورطين في إهدارها. كما اتهم سعيد جهات خارجية بإمداد أطراف داخل تونس بالأموال بطرق غير مشروعة لهدم الدولة التونسية. وشدد الرئيس التونسي خلال اللقاء على ضرورة تطهير القضاء وتعزيز استقلاليته. إلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث شنت قوات التحالف العربي غارة جديدة على مجمع اتصالات في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، حيث تعد هذه الغارات هي الثانية على المجمع خلال 24 ساعة. وأكد التحالف أنه دمر منظومة يستخدمها الحوثيون للتحكم في الطائرات المسيرة، متهما الميليشيات باستخدام مقر وزارة الاتصالات لدعم العمليات العدائية. أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بمقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين من جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق. هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا التفجير. يشار إلى أن الهجمات في دمشق نادرة منذ أن تمكن الجيش السوري من القضاء على جيوب المعارضة المسلحة حول المدينة في عام 2018. دعا المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إلى تعزيز جهود التلقيح في أوروبا الشرقية، مؤكدا أن المد المرتبط بانتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا يتقدم نحو الشرق. إذ قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة هانس كلوجا إنه في الأسبوعين الماضيين تضاعفت حالة كوفيد 19 في 6 دول هي أرمينيا، أذربيجان، بيلاروس، وجورجيا، وروسيا، وأوكرانيا. نتابع.
دعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز جهود التلقيح في أوروبا الشرقية، مؤكدة أن المد المرتبط بانتشار المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا يتقدم نحو الشرق. فرنسا شرعت في تخفيف الإجراءات الاحترازية في الملاهي والمناطق التي تقدم عروضا مفتوحة، فيما ستنتظر بلجيكا حتى الجمعة وألمانيا حتى الرابع من مارس لإعادة فتح الملاهي. تأمل فرنسا أن تقترب من نهاية الموجة الوبائية الخامسة المرتبطة بالمتحورة أوميكرون. أودى وباء كوفيد-19 رسمياً بوفاة نحو 6 ملايين شخص في أنحاء العالم منذ نهاية ديسمبر 2019. الولايات المتحدة هي الدولة التي سجلت أعلى عدد وفيات، تليها البرازيل والهند. أما الدول الأكثر تضرراً من الوباء نسبة إلى عدد السكان فهي بيرو وبلغاريا والبوسنة والمجر ومقدونيا الشمالية. تقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات بسبب كوفيد-19 بصورة مباشرة وغير مباشرة. إلى جولتنا الصحفية التي نبدأها من موقع الوطن الإلكتروني. قنصل فرنسا مشروعات بشائر الخير تبرز جهود مصر في حقوق الإنسان. من موقع الجمهورية الصحة يحق للمواطن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا خلال شهرين بعد وصول رسالة تحديد الموعد. من بوابة الأهرام اليوم 2700 جنيه الحد الأدنى للأجور بشركات قطاع الأعمال العام اعتبارا من يوليو المقبل. بوابة أخبار اليوم التموين دمج الشركات الخاسرة ضمن خطة إعادة الهيكلة. من اليوم السابع الصحة تطالب بسرعة تسجيل الأطفال من 12 حتى 18 عاما للحصول على لقاح كورونا. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل نهارا على القاهرة وجميع الأنحاء، مائل البرودة ليلا. وإلى حضراتكم بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة. بدرجات الحرارة المتوقعة نكون قد وصلنا إلى ختام أحداث 24 ساعة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.